عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.